وكما عبرت السلطة المحلية في مديرية سنحان وبني بهلول وبلاد الروس بمحافظة صنعاء عن تأييدها للاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم. الاتفاق السياسي الذي جاء ليضع النقاط على الحروف في مواجهة العدوان وملء الفراغ بين القوى الوطنية كان محل ترحيب السلطة المحلية لمديريات سنحان وبني بهلول وبلاد الروس التي خرجت بوقفة تعلن تضامنها معه وتندد بالجرائم المرتكبة في حق أبناء اليمن. وقفة لمديرية بني بهلول وسنحان وبلاد الروس بخصوص ما يتعلق بالأحداث الدائرة في الوطن من الاتفاق السياسي بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام ومباركة هذا الاتفاق وتأييده، وأيضا ما حدث في تعز في صبر الموادم تصفية العرقية إلى قرى الصراري، وهي جريمة شنعاء لا تمت إلى الثقافة اليمنية وإلى أصالة الشعب اليمني بشيء، لا دينا ولا أخلاقا ولا سلوكا ولا منهجا. ذكرنا ما قام به العدوان من تصعيد وما سبقه من تدمير للبنى التحتية ومن إهلاك للحرث والنسل، فكان الاتفاق هذا هو الصفعة القوية وهو نقطة الانطلاق لرد ما قام به العدوان، وإن شاء الله نحن منتصرين. ندين ونستنكر جريمة الصراري ما قام به الدواعش والمرتزقة والعملاء والمنافقين في أهل الصراري ومساجدهم ومنازلهم. الجرائم التي تعرض لها أهالي الصراري ومديرية صبر ندد بها الحاضرون في هذه الوقفة التي تنتظر الفرج لهذه القرى وتستعد لمساندتها بالمال والرجال. ندي ونشجب الذي حصل في قرية الصراري وما جاور قرية الصراري، وإحنا معاهم بأرواحنا ودماءنا فداء لهم لأقرب لحظة من زعيم اليمن، وإحنا مستعدين سواء في الصراري أو في غير الصراري، وهذا ما عندنا. وشكرا للزعيم علي عبد الله صالح على المبادرة الجيدة الذي رسمها في الوقت المحدود والمناسب لها. الاتفاق الذي كنا ننتظره من قبل سنة ونصف حتى اليوم، وكذلك نبارك كلمة الزعيم علي عبد الله صالح والتي يعني أعطتنا يعني دفعة قوية جديدة للشعب اليمني كامل. جرائم ينفذها العدوان عبر أعوانه وعملائه على الأرض أصبحت واضحة للعيان فيما اقترف من جرم ضد كل أهالي المديريات الواقعة تحت سيطرة المرتزقة ومنفذي أجندة العدوان، ليكون المرتزقة هما الوجه المحلي الآخر للعدوان على اليمن. محمد جميل، اليمن اليوم، صنعاء. في البيض.